الفار، عشان كمان حضرتك محضر لنا حالات كبيره جدا ومهمه جدا في الدوري المصري. عايزين نبدا بالحالات اللي حضرتك رصدتها خلال الجوله ال 18 من الدوري المصري. كابتن هاني، عندنا حاله جميله جدا، حاله تثقيفيه للمدربين واللاعبين والجمهور والحكام، كل الحكام حاله فعلا مش هنجيبها، يعني ما حدش هيجيبها الا النادي الاهلي بامانه. وانت هتشوفها وهتستغرب، انت حتى هتقول لي طب ايه القرار ايه؟ حاله كانت في مباراه سيراميكا النادي المصري، الحكم كان محمد عادل حكم المباراه، كان الحكم المساعد كان وائل شعبان. نشوف الحاله ديت الاول ونبص. هنا كابتن هاني ده سيراميكا ستوب. هنا الباص لمست الكوره ونشوف هل في موقف تسلل ولا مفيش. هنا الاحمر هو اللي رايح المهاجم. من الصوره اللي انا شايفها مفيش موقف تسلل. ممتاز، يبقى هنا اللعبه سليمه. مظبوط. صح؟ مظبوط. خلينا نمشي. هنا محمد عادل الحكم. طيب، هنا الراجل رايح انفراد، هوب نرجع تاني كده. هرجع تاني كده مجدي بعد اذنك الحارس وهو بيلعب بايديه. وهو بيلعب بايديه. بس. كابتن هاني. هنا المساعد رفع تسلل. والحكم الميدان ادى تسلل. صفر تسلل. مظبوط. انت ايه رايك في الحاله دي؟ تاني كده، تاني هنجيبها تاني ونشوف اللاعب المهاجم سيراميكا رايح فين؟ وتمركزه كان فين؟ هو دي بس. طيب. يلا. انت رايك ايه؟ انا رايي اللي هو لو الجون فيه عدم تقدير، نقف على كده بس. عدم تقدير، لو الكره دي عدت خلاص الراجل هيحط الكره جون، يعني بالظبط لو سابها لوحدها هتخش جون يعني. طيب احنا متفقين الاول دي حاله تعليميه، يبقى اذن النهارده ما كانش فيه تسلل في هذه الحاله كده. مظبوط. صح. حكم وائل شعبان رفع تسلل، والحكم محمد عادل صفر على هذه الحاله بتسلل. هنا جه الفار، عشان كده بقول لك ايه، الفار مهم جدا 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 جدا. الفار قال ان هنا مفيش تسلل، قال في الكوميونيكيشن للحكم تسلل. الكره سليمه مفيش فيها تسلل. تمام. طب هنا قرار الحكم ايه؟ يعمل ايه في القرار؟ هل هيصفر التسلل ويحسب تسلل، ولا هيرجع تاني لقرار الفار وياخد بقرار الفار في هذه الحاله؟ ده السؤال. نروح نشوف محمد عادل هنا. على فكره محمد عادل كان قراره من اول دي حاجه اسمها فرصه محققه. يعني ايه؟ حارس طلع لعب بايديه، لو ما لعبش بايديه رايحه جون. ايوه طبعا. فدي في القانون ايه؟ بطاقه حمراء مباشره. صحيح. ولكن لما المساعد رفع راح هو مصفر، هنا استعجل محمد. ودي الحته الصغيره اللي بنقولها لجميع حكام مصر، من فضلك كنت صفرت الاول على المخالفه ان في خطا على الحارس، وبعد كده كنت رحت للمساعد. يعني ما يصفرش انها تسلل. تسلل. يصفر انها بالظبط كده على الحارس. اوكي. محمد عمل ايه؟ كان المفروض طالما انت حسبت التسلل محمد كنت تروح للفار وتشوف، لان كده الفار بيغير قرارك من تسلل لبطاقه حمراء مباشره. نشوف هنا في الكوميونيكيشن وهو بياخد قرار الفار، خلاص هنا اللاعب سليم، حارس هنا ما عندوش فرصه، لعب الكره بايديه، لو ما كانش لعب بايديه كانت هتعدي ليه المهاجم سيراميكا وكان هيجي. هنا بص محمد عمل ايه يا كابتن؟ هنا ادى طرد على طول، كان يجب على محمد ان هو يخرج للفار الاول، يعني يعني يشوف الاول. لو كان صفر عليها مخالفه ما كانش يروح. طب ما هو اوريدي عارف خلاص انها مش اوف سايد، يعني الفار قال له مش اوف سايد. قال له مش تسلل. ماشي، بس انت خدت القرار الاولاني تسلل كحكم وكحكم مساعد. الاجراءات ده اجراء بسيط كان هو المفروض يعمله، يروح للفار ويرجع يطرد، ولكن هو يعني زي ما عشان متاكد يبدا البطاقه الحمراء. دي كانت اول حاجه مهمه، دي تعليميه نقول للحكام ايه، من فضلك ما تستعجلش قوي. صحيح. استنى لاخر اللعبه. كويسه بس عشان للاسف وقتنا كمان هنجري. بقيت